بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص دراسات في ميكانيكا الكم وتطبيقاتها، دراسات نظرية في ميكانيكا الكم وتطبيقاتها. أتناول في هذا الفيديو سؤال يتناول تجربة الشق المزدوج. طبعا أنا سبق لي أن شرحتها بكثرة. يقول لي تسقط إلكترونات زخمها بي، معروف بأن البي يساوي ام في، على شقين تفصل بينهما مسافة دي. إذا الدي عندي بهذه الصورة، هذه هي دي. شد صيغة الحدود دبليو التي تفصل بينهما، يعني كل حد بين الحد والحد الذي يليه. طبعا أنا مفروض أن يكون عندي هنا، يعني أنا المفروض وسعت على نفسي، لكن للأسف يكون عندي هنا شاشة كما يقال. هذه الشاشة يوجد فيها أيضا خطوط، على هذه الشاكلة لا نقطع خط آخر أيضا، أعتذر. هذه الخطوط تمثل التداخل البناء، الـ constructive interference، هذا المطلوب منها. يعني طبعا المفروض هنا أيضا في المنتصف يكون عندي بهذه الصورة، ثم يبدأ يصغر بهذا الشكل، ويصغر أكثر ويصغر أكثر، يصغر أكثر يصغر أكثر، على هذا الشكل. طيب المسافة من هنا إلى هنا يرمز لها بالرمز دي كابيتال، لأن المسافة طبعا تكون الزاوية الثيتا أقل من 4 درجات يصح أن نعتبر الوتر. لو كان مثلث قائم الزاوية بهذه الصورة، الوتر يساوي المجاور، يصح يعني نقول تقريبا يصبح الوتر مثلث قائم تقريبا يساوي المجاور. طيب نعرف شرط التداخل البناء، يقول لي أن الدي ساين ثيتا يساوي اللاندا مضروبة بالإم، الإم هو عدد صحيح. عدد صحيح، إذا دي ساين ثيتا يساوي لاندا ضرب إم. كما نعرف أيضا بأن الساين ثيتا أو ساين ثيتا يساوي الواي الماكسيمم على الدي. يعني كما أننا يعني تعلمنا هنا، دعنا أقول بأن هنا لو أخذنا شكل الزاوية بهذه الصورة، الفرق بين الشقين كانت أنا عندي هنا الثيتا، هنا سيكون عندي دي إكس، وهنا سيكون عندي الدي، فساين ثيتا يساوي دي اكس على الدي. فعندما ضربنا تبادل يصبح عندي الفرق دي اكس، الفرق هو دي اكس يعني اللاندا ضرب ام، يعني مرة يكون هنا عندما يكون عندي صفر، هنا واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثة بهذه الصورة. طيب ولو قلنا أيضا أن الساين الثيتا هنا الزاوية الأكبر، قلنا هذه الثيتا يساوي أيضا لاندا، عفوا ساين ثيتا يساوي أيضا الواي إم مقابل هي الواي، يعني إذا كان محطوط على هنا أو هنا أو هنا مقسومة على دي، سواء كانت هذه أو هذه. قلنا لأن دي تقريبا في الزاويات الصغيرة الوتر يساوي مجاور، صح يصح هذا يرمز له دي وهذا يرمز له دي، يصح أن نعمل في كلا الطرفين.
إذا نحاول أن نجمع هاتان المعادلتان في هذه الصورة. إذا من هاتان المعادلتان نستطيع أن نقول بأن ساين، لا داعي أن أكتب الساين، سأترك لكم أن لاندا الإم على الدي تساوي باي ماكسيمم على الدي الكابيتال بهذه الصورة. نضرب دي كلا الطرفين فيصبح عندي لاندا الام تساوي دي واي الام على دي كابيتال. الآن نصح أن نقول بأن الدبليو ستكون هي مثلا الحد الأعلى ناقص الحد الذي قبله. يصح أن نقول بأنها يعني التغير في الواي الأولى بدون الدين، يعني نقول واي زائد واحد ناقص واي الفرق، يعني هنا مع العدد الذي قبله بما أنه هو دائما العدد الصحيح. إذا نستطيع هنا أن نستغني عن الواي، فنقول هنا أن اللاندا الام تساوي دي دبليو على دي كابيتال. طيب ماذا أيضا نحاول أن نعرف؟ إلى الآن يوجد عندي الكثير من الأشياء المبهمة، يعني إلى الآن يعني يوجد عندي أشياء مبهمة. نحن نريد أن نعطي صيغة. نتذكر هنا بأن وفقا لمعادلة دي بروي أن اللاندا تساوي اتش على البي. ويصح تضمينها الآن بهذه الصورة، فيقول عندي اتش على البي مضروبة في الام الحد في دي دبليو على الدي. تمام. إذا الآن أيضا يصح أن نقول أن البي تساوي ام تايمز في. لا أفضل أتركها بهذه الصورة لأنه سرعته هذا كل هذا الكلام أفضل أن أتركه. دعونا نحل إذا فقط على هذه الصورة. هل نريد الآن نريد أن نحل الدبليو الام بما نحن هنا الام خلاص، يعني يا اما نضربها بواحد او باثنين او ثلاثة، اذا لا داعي لان نضع الام الان. اذا نضرب ب دي على دي نحل الدبليو، يصبح عندي ان الدبليو هي عبارة عن اتش بي دي كابيتال على دي سمول. وهذه هي الصيغة ثابت بلانك بي ام في الدي. مفروض ان اعرف المسافة اللي تفصل بين الشق والشاشة. الدي سمول اعرف المسافة بين الشقين. طيب الى هنا كان يعني السؤال سهل. طب ناخذ مثالا اخر. نقول اجرى العالم الالماني جونسون، معروف تجربته جونسون في العام، عفوا جونسون في العام 1961، تجربة استخدام إلكترون واحد في تجربة الشق المزدوج. سرعه أعطى فرق فولت، فولت 50 كيلو فولت للإلكترون، ووجد وعمل أن تكون الشاشة دي تبعد 35 سنتيمتر، والمسافة بين الشقين 2 × 10^-4 سنتيمتر. كيف سنحل؟ يعني نجد المعادلة العامة يعني بين كل شق والذي يليه. يعني كيف سنجد أن الدبليو قيمة عددية لها؟ نقول مباشرة هنا بي سكوير على 2 ام، هذه طبعا شكلها
فيزيكو الطاقة الحركية للإلكترون تساوي شحنة الإلكترون مضروبة بفرق الجهد. تمام، فرق الجهد هو معروف بأنه الطاقة على الشحنة، ففرق الجهد هو عبارة تغدو الطاقة، يعني هنا طاقة حركية هنا كهربائية. هذا هو المهم عندنا بهذه الصورة. نحل الزخم، نقول بأن البي تساوي الجذر التربيعي 2 ام كيو دلتا. تمام، نتذكر أيضا بأن اللاندا تساوي اتش على بي، وهذا هو عندي البي. تمام أحبتي، إذا أستطيع الآن أن أعرف قيمة الطول الموجي 6.63 ضرب 10 أس سالب 34 على 2 كل إلكترون 9.1 ضرب 10 أس سالب 31. الكيو رمز الشحنة، 1.6 ضرب 10 أس سالب 19. دلتا الفي قال لي 50 كيلو، 50 ضرب 10 أس 3 بهذه الصورة. فلو حللنا نحن إذن على هذه الصورة، كم ستكون عندي أنا، عفوا، سيكون عندي اللاندا تساوي بهذه الصورة، اللاندا ثاني الطول 10 سالب 34 حوالي 5.5 ضرب 10 سالب 12 متر. إذا هذه قيمة الطول الموجي. هل هذا هو مطلوب؟ لا، لم يطلب مني هذا، وطلب مني أن أجد الآن الـ W. الفرق الأول هو يصبح عندي الآن الفرق كما تعلمناه، يصبح عندي لاندا في دي على دي 5.5 ضرب 10 أس سالب 12 في 35 سنتي على 2 ضرب 10 أس سالب 4 سنتي. لا داعي للتحويل لأنه سنتي مع سنتي سيذهب، سيعطيك بأن قيمة الفرق بين الحد والذي يليه 9.6 ضرب 10 أس سالب 7 متر. يعني أنا عندي البناء الأول مثلا، عندي هنا هنا 9.6 ضرب 10 أس سالب 4 الذي يليه، هنا ضرب، يعني هنا 1، هنا ضرب 2، هنا ضرب 3، هنا ضرب 4. سأعرف دائما أين يحصل عندي أين يحصل عندي الـ constructive interference أو التداخل المناع. هذا ما قصدته في هذا السؤال. طبعا نحن في الأعلى قلنا بأن الـ W يساوي H D، H D capital على D small p. طبعا H مع ال P يساوي اللاندا، لهذا وضعت اللاندا دي على دي بهذه الصورة. يعني أحسست أن هذا الكلام يكون مباشر، لا يغفل عنه طالب الفيزياء الذكي. لو قلنا هنا أنا عندي جيم، سأقول لو استخدم هذا العالم استخدم الموجات الضوئية المرئية، فكم يجب أن كم يجب أن تبلغ قيمة أجهزته وأطوال أجهزته حتى يشاهد
الأثر، الكم. يعني لو أراد أن يعرف هذا الكلام، كم يحتاج حتى يلاحظ الأثر الكمي لقيمة أجهزته؟ استخدم الضوء بدل الإلكترون. نقول أن الضوء المرئي هو من 400 نانومتر إلى 700 نانومتر، تمام. نأخذ المتوسط الحسابي 400 زائد 700 على 2 سيعطيني يعني 550 نانومتر. إذا لنجد الآن النسبة، نرمز لها بالرمز A، فنقول بأنه هو 550 نانو، 550 نانومتر على 550 كما قلنا 14 أس سالب 12. طبعا لو قلنا أن النانو مع سالب 9 يبقى عندي هنا 10 أس سالب 3، إذا سيعطيني كم؟ سيعطيني بهذه الصورة، على عفوا هنا قلنا أنه 5.5، 5.5 عفوا، فسيعطيني 100 ألف، سيعطيني 100 ألف. النسبة إذا بينها 100 ألف، فعليه نقول بداية الفرق في الشق حتى يلاحظ الأثر الكمي في الضوء، لا بد أن يستخدم ماذا؟ نقول أن الدي مع الضوء ستساوي قيمة التضخيم أو النسبة الـ A مضروبة في الدي الأصلية. فنقول أن الـ A هي 100 ألف، 10 أس 5 مضروبة في الدي التي كانت 2 ضرب 10 سالب 4 سنتيمتر، أو هي سنتيمتر، إذا 2 ضرب 10 سالب 6 متر، فسيعطيني 0.2 متر، أو يجب أن يكون الفرق بين الشقين 20 سنتيمتر. كبير يعني، أصبح الأجهزة تحتاج أن تكون كبيرة جدا. طيب لو قلنا المسافة بين الشاشة والشق، الشقين عفوا، أيضا 10 أس 5 مضروبة في الدي، الدي كانت عندي 35 سنتي، إذا ماذا ستعطيني؟ 3500. إذا 3500، يعني لو أنا عملته 3500، إذا يجب أن تكون المسافة حتى نلاحظ الأثر الكمي 3500. هنا طبعا أنا بالمتر، أنا أقول يعني أنا حولته إلى متر، لكن أردت سنتي أظن تضيف الأصفار، فيصبح عندك 3.5 × 10 أس 6. لاحظ المسافة كيف، يعني دعنا الآن نذهب، وسيكون المسافة بين كل هدب والذي يليه، هدب والذي يليه، سنقول بأنها A. نحن عندنا قلنا أنها 10 أس 5 مضروبة بما وجدناه 9.6 × 10 سالب 7، 10 أس 5، 10 أس سالب 7، إذا 9.6 × 10 سالب 2، أو ستكون المسافة هذا بالمتر، أو ستكون طبعا 9.6 سنتيمتر. يعني نحتاج إلى أجهزة كبيرة جدا حتى نلاحظ هذا الأثر في الضوء. أرجو في النهاية أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.